ورجعنا لكم من جديد بعد تقرير متهيألي هو وضح حاجات كتيرة قوي في الكواليس احنا ما كناش عارفينها بالتفصيل. كنت عايزة أسأل سؤال وناس كتير قوي مستنيني أسأله، سعر التكلفة في الإصلاح. أنا مش عايزة الرقم، بس في ناس لما حد يروح لها بتفضل يعني تفهمهم ان سعر التكلفة حاجة بسيطة ويلا تعالوا بسرعة وكده، فيروحوا ويجي ويصلحوا العملية تفشل تاني. فانا عايز اعرف الطبيعي ايه يا دكتور عشان الناس ما تتشتتش. الحقيقة طبعا الموضوع ده يعني انا مش عارف اعمل فيه ايه، لكن اللي حاصل انه يعني مريضة السمنة المفرطة اللي راح عمل العملية في مكان ربما يكون غير امن بسعر قليل، هو يعني غالبا ما بقاش معاه فلوس انه يصلح تاني مره، يعني بيكون ماديا يعني خلص فلوسه او يعني عنده مشكله ماديه. والمشكله الحقيقه انا اتمنى ان انا اعمل لكل الناس العمليات بدون فلوس، لكن الحقيقه ان المستهلكات الطبيه اللي هي الدبسات هي يعني امريكيه الصنع، دي بتستورد من بره يعني قبل عن كده طريق ان الحاجات. الدباسات بتاعت العمليه العاديه وحتى اللي هو الاول مره غير الدباسات بتاعت العمليه اللي هي اللي فشلت. بالظبط كده، لان الانسجه طبعا يعني انت بتدبس في نسيج يعني متليف زي الناس بتوع تدبيس المعده او الناس بتوع اللي هو التكميم اللي قاعد يرجع فتره كبيره، فانت مش محتاج دباسات تكون يعني اللي هو العادي، انت محتاج تدبيس ثلاثي، محتاج دباسات على كفاءه عاليه جدا جدا جدا، بحيث ان انت يعني انت مش داخل تجرب بقى، يعني انت مش داخل تعمل عمليه سهله، ده انت داخل تصلح عمليه سابقه فيها مشكله محتاجه جاهزيه اعلى يعني. فالحقيقه انا مشفق على الناس طبعا، انا يعني الموضوع ده مش خاص بي انا شخصيا، ده خاص بي يعني بكل الناس او كل الجراحين او كل المراكز اللي هي بتشتغل في جراحات السمنه اللي هي بتستخدم المستهلكات الطبيه الاعلى في العالم، الاحدث في العالم، او اللي هي محتاجه كفاءه عاليه الدقيقه جدا، اللي محتاجه لعمليات الدقه الاصلاح، طبعا. لانها بنقول ان حضرتك بتقول وعمليات حاجات الموضوع بيبقى هاش، يعني الموضوع بيبقى مش مستحمل ان انا مثلا اقرص على المكان ده بدبسه يعني مش بروفيشنال يعني مش نسيج صح. متليف مثلا لو استخدمت دباسات عاديه ربما يكون كفاءتها قليله، ربما يعني هي تسبب مشكله اكتر من المشكله الموجوده، وبالتالي اعلى الكفاءه واعلى الحاجات. لكن انا اتمنى ان انا اعمل والله العمليات لكل الناس بدون فلوس خالص، لكن انا مش بايديا يعني، انا طبعا ليا قدره معينه، والحقيقه طبعا الحاجات دي مكلفه جدا يعني ما لا ده مش عارف شغل لها حل. حضرتك يا دكتور، هو كفايه ان انت يعني تيجي تعمل عمليه الحمد لله بتكون ناجحه. هي الهدف من السؤال بس يا جماعه ان احنا ما نجريش ورا اي اسعار برضو محدش هيصدقها، فانت هتروح تصلح عمليه، العمليه هتبوظ تاني، مش هيبقى في ايدك حاجه تاني، ممكن تضحي بحياتك. انا مشكلة كبيرة. بشكرك وبشكر وجودك شكرا. معانا ودايما منور في برنامج الطبيب. بنشكر استاذ دكتور كريم صبري، استاذ جراحات السمنه ومناظير بطب عين الشمس، وتايتل مشرف وكبير جدا. خليني اشكر دكتور كريم على وجوده معانا، واشكر كل اللي بيشاهدنا، وخليكم معانا فاصل ورجع لكم بسرعه.